20 ملي مخصص لمجموعة حصرية عندنا اسمها لار إلى ماتير. من هذا ال 20 ملي تقدرون تاخذون الكوليكشن كامل وتقدرون تحصلون على الألوان اللي أنتم تحبونها. وهذه الدروبس تقدرون تعبونها المرة واحدة تجربون العطر، في حال إذا عجبكم ترجعون تاخذون الحجم الكبير منه اللي هو 75 ملي. طبعا هذا الشيء صغير كله عجب المكان قال رو see we have nice places in Riyadh. Toast. Thank you for coming and welcome. Thank you.
بعد ما خلصنا العشاء في الجلوب في الفيصلية. يعطيك العافية. مرسي، أهلا وسهلا فيك. أنت المدير هنا صح؟ يس. طيب خبرني عن المساحة هذه اللي بتجنن. أنا أقولهم حرام كان لازم تستثمروها، كراسي طابلات أي شيء، بس قال عشان الهواء. نعم، يوم الجمعة فكرة شوي كان يعني ممطر بعد الظهر، فالجلسة هون كتير حلوة. إحنا هون على ارتفاع 268 متر ما شاء الله، حوريكم إياه. نشوف مدينة الرياض بشكل 360 درجة، هذا الشيء المميز بالإطلالة. طبعا شوفوا المطر، كانت أجواء ممطرة. شوفوا الفيو رو، تقدر تشوفوا الرياض من هالعلو 360 درجة، والجو فوق ما شاء الله تحفة. أنا يعطيكم العافية، عن جد مشكورين. الله يخليكم. كثير حبيت هذه الغرشة من كيرلان، هي إصدار خاص بمناسبة افتتاح أول بوتيك لهم في الشرق الأوسط، وأهم شيء أن عليها شعار مملكتنا الغالية، وهذا اللي محليها. صار وقت المغادرة وراجعين على دبي. روعة صح؟ ما شاء الله كثير حلو الجو. وكالمعتاد دائما ناخذ أول رحلة راجعة باليوم، اللي هي الساعة 43 دقيقة صح؟ هي بالنسبة لنا آخر رحلة، بما إحنا لسه ما نمنا، بس هي actually أول رحلة بكرة. شوف المنظر من هنا، برج الفيصلية. وصلنا المطار، ونفس السيارة اللي خبرتكم عنها قبل عجبتني كثير ما شاء الله. الحمد لله وصلنا دبي، نمت لساعة بالطيارة ونصحصحة، كيف برجع نام ما أعرف.